معنا عبر خدمة سكايب من مدينة غزة عن تابع التركية معد التقرير علي إبراهيم. علي، يعني لا يعتد المرء على رؤية هذه الصور، كلما نشاهدها كلما نشعر بالأسى والألم على صور الأطفال. ما هي أبرز العقبات التي واجهتكم أثناء إعداد هذا التقرير، وهل التقيتم ممن نجوا ممن تعرضوا لغاز السارين؟ مساء الخير فيدا، مساء الخير خالد لكم وللساده المشاهدين. حقيقة معظم الصعوبات التي تعرضنا لها هي في الوصول إلى تلك المنطقة التي استهدفت بغاز الكلور السام. كان هناك صعوبة في الوصول للمنطقة للحصول على عينات من التربة، وخاصة أن التربة قد ينحل منها غاز الكلور بعد ساعات، وبالتالي كان هناك صعوبة بالحصول على عينة من التربة من أجل تحليلها وتأكيد استخدام غاز الكلور السام من قبل الطيران السوري، بعدما أكد لنا جميع الذين التقيناهم من شهود عيان إضافة إلى مصادر عسكرية أن مروحية تابعة لقوات النظام السوري ألقت برميل متفجر على بلدة سرمين وتلمنس والمناطق المحيطة بها، واستقنا أكثر من 120 مصاب، جميعهم ظهرت عليهم أعراض إصابتهم بغاز الكلور. طيب علي، يعني بعد كم ساعة وصلتم أنتم إلى سرمين على سبيل المثال؟ يعني معلوم كما ذكرت أنت أنه ساعات ويتبخر غاز الكلور. وصلنا حقيقة فجرا في الساعة 6:30 صباحا، استطعنا الدخول للمدينة وكانت تشهد قصف عنيف من قبل قوات النظام بعد استهدافها بالكلور، استهدفت بالصواريخ الفراغية. كان هناك صعوبة كما قلت لكم بالوصول إلى المنطقة، بعد 4 أو 5 ساعات استطعنا الوصول واستطعنا جمع عينات ووضعها في إناء والتوجه إلى مختبرات لتحليلها، وكما أظهرت النتائج أن معظم التربة تحتوي على نسبة عالية من مادة الكلور والنشادر جدا. علي، يعني بعث التقصي الحقيقي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت في سبتمبر من 2014 حدوث هجمات استخدمت فيها أو أكدت على وجود تأكيدات قوية على استخدام مادة كيميائية سامة كسلاح. يعني موضوع استخدام السلاح الكيميائي واضح أنه استخدم وفي تأكيدات على هذا، لكن السؤال كيف تأكدتم أنتم وأنتم تعملون على الأرض أن من قام بذلك هو النظام السوري تحديدا؟ حقيقة استطعنا التوجه إلى مصادر عسكرية من المعارضة المسلحة، ومن خلال العودة إلى الأشرطة التي وثقت الضربة استطعنا توثيق الصور من خلال مروحية اتجهت من معامل الدفاع الواقعة في مدينة حلب، مروحية تابعة للنظام السوري. كما تعلمون المعارضة المسلحة لا تمتلك أي قدرة على الطيران، بالتالي المروحية التي استهدفت بها كانت تابعة لقوات النظام السوري قادمة من معامل الدفاع في مدينة حلب، إضافة إلى أن المادة المستخدمة الجميع النظام السوري كان يتباهى بأنه يمتلك هذه المادة، قال في وقت سابق أنه يمتلك عبر بلاغ قدمه للجنة حظر الأسلحة الكيميائية أنه يمتلك أكثر من 1300 طن من الأسلحة الكيميائية، والمنظمة أقرت فقط باستلام 30 طن من الأسلحة الكيميائية وإتلافها، بالتالي هو كان يتباهى في كل وقت باستخدام الأسلحة، كافة الأسلحة وحتى الأسلحة الكيميائية. هو إن أراد الأمر يستخدم السلاح النووي ضد الشعب السوري. فجميع المعطيات التي حصلنا عليها سواء الأشرطة التي شاهدناها إضافة إلى المصادر العسكرية إضافة إلى توثيق الطائرة التي استهدفت المنطقة كانت تؤكد أن النظام السوري هو من استهدف هذه المنطقة، إضافة إلى منظمة العفو الدولية في تقريرها السابق منذ أسبوع قالت أن مروحية تابعة للنظام السوري استهدفت بلدة سرمين ومناطق في ريف إدلب. طيب سنعود إليك علي، ولكن نرحب بضيفنا عبر خدمة سكايب. معنا السيد زاهر الساكت، العميد زاهر الساكت، رئيس المجلس العسكري في حلب. سيد زاهر، يعني يتكرر مشهد قصف بعض القرى والبلدات السورية بغاز الكلور والأسلحة الكيماوية، ما الذي يمكن أن تفعله المعارضة أمام تكرار هذا المشهد؟ يسعد مساكم ومساء المشاهدين والمستمعين، أحياكم الله وحيا الأخ الأستاذ علي. أولا أنستي، نحن اليوم لاستخدام الأسلحة الكيميائية أولا يجب أن تكون هناك وسائط النقل، وسائط النقل إما الصواريخ أو الحوامات، واليوم نحن بعد القرار 2118
وبقرار من مجلس الأمن القاضي بتسليم الأسلحة الكيميائية لم يعد يستخدم النظام المواد السامة السارين أو الإبريت أي غاز الخردل، بل قام باستخدام مادة الكلور الكلورين التي معبأة بأسطوانات ضمن براميل في منطقة الأشغال العسكرية، وهذه التعبئة ما تزال مستمرة في منطقة دمر وفي بعض المناطق الأشغال العسكرية في دمشق، ويقومون بنقلها بالحوامات ويتم إسقاطها على مرأى الناس. طيب سيد زاهر، أنا سؤالي دورنا أما دورنا نحن اليوم هو دور وقائي لتوعية السكان المدنيين لتجنب الخسائر من المدنيين، نعلمهم كيف يتم الخروج من السحابات، كيف يتم العلاجات، ماذا يتصرفون أثناء إسقاط البرميل الحاوي على المواد السامة نوع الخانقة الكلورين. دورنا دور وقائي فقط، ولكن كل الأدلة والبيانات تؤكد أن الذي قام بالاستخدام هو النظام، وتوجد لدينا أولا توثيق كيميائي، التوثيق الكيميائي من خلال واسطة الاستخدام ونوع المادة السامة والمصابين وشهادة الشهود والأطباء ونوع العقاقير الطبية التي تم علاجها. وأؤكد لكم أن يعني كما أكد سابقا مدير الاستخبارات الأمريكية جيمس كلاير بشهادة أمام مجلس الشيوخ أن النظام الأسد قادر على إنتاج محدود. طيب سيد زاهر، سيد زاهر، عندما تقول بأن دوركم دور وقائي فقط، يعني لماذا لا يتحول إلى دور رادع؟ ما هي التحركات التي تقومون بها من أجل أن يعني يشمل حظر الأسلحة الكيماوية ودخول نظام السوري معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية غاز الكلور أيضا؟ نعم أنستي، نحن دورنا دور وقائي، نحن ليس لدينا إمكانية لأن نكون مجمين حرب كبشار الأسد ونظامه الحالي. نحن دورنا أن نحن كل الأسلحة التي بين يدينا وبعلم المجتمع الدولي قاطبة، الأسلحة التي بين يدينا هي الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ولا نملك الأسلحة الثقيلة، ولكن اليوم نحن فقط دورنا في أن تجنب الخسائر من قبل السكان المدنيين. اليوم نحن دورنا تعليم هؤلاء على كيفية الوقاية وكيف يتصرفون أثناء قيام يعني المجرم. سعادة العميد، سعادة العميد، نعم. اسمح لي، لم يطلب أحد أن تستخدموا مثل هذه الأسلحة، يعني في النهاية تفتك بالشعب السوري، لم يطلب أحد هذا على الإطلاق، لكن السؤال كيف يمكن إقناع العالم بما لديكم من أدلة أن من ارتكب ذلك ومن خرق القوانين هو النظام السوري؟ نعم أستاذي، أنا أذكر شغلي، كل العالم والمجتمع الدولي يعلم قاطبا، يعلم الجميع أن الذي قام بالاستخدام هو النظام، وأعطيكم الدلائل أولا، ولكن أنا أقول لكم حتى الآن لم تسقط ورقة بشار الأسد في نظر المجتمع الدولي، ولكن حين يكون هناك بديل فعلا سوف يتم محاسبته وجره إلى المحاكم الجنائية الدولية. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي قال لديهم الدلائل على استخدام المواد الكيميائية أو الأسلحة الكيميائية، ويقول كمان أيضا فرانسوا أولاند لديه بعض المؤشرات، وكل الدلائل تدل. أنا أعطيكم كيف يتم الاستخدام، يتم الاستخدام عبر واسطة. ما هي الواسطة؟ هل يملك الأحرار أو السوار حوامات؟ هل يملكون الصواريخ الذي يمكن أن تعبأ برؤوس صواريخ كيميائية؟ هذا كله دليل أنه النظام من يمتلك ذلك. هل يمتلك النظام المخابر والمصانع والآلات التشغيلية التي تنتج والنظائر الحمضية التي تنتج هذه الأسلحة الكيميائية؟ ليس لدى السوار. طب أليس من المفروض أن هذا دمر عندما انضم سوريا للمعاهدة المنظمة؟ حتى الآن تقرير الأخير الذي ظهر من المنظمة يقول أنه تم من أساس 23 منشأة تشغيلية للصناعة وإنتاج الأسلحة الكيميائية لم يتم الكشف إلا فقط على 12 منشأة، وتم تدمير اثنتين فقط، والآن النظام لا يمكنه أن يتورط مرة أخرى في مادة السارين، ولكن هو يستخدم مادة الكلورين. طيب سيد زاهر، المادة المحرمة أيضا دوليا. عميد زاهر، أنا كان سؤالي عن تحركات المعارضة، إلى حد الآن لم أجد إجابة على هذا السؤال، عن تحركات المعارضة لمنع ذلك، ما الذي تقوم به المعارضة من أجل منع تكرار هذا المشهد؟
أولا نحن مكتب التوثيق الكيميائي، نحن نعمل مع المنظمة ومسجلين بالمنظمة، ولدينا مدير علاقات القانونية الأستاذ نضال الشيخاني يقوم بالمتابعة مع المنظمة، ونحن مكتب مستقل استقلالية تامة عن أي جهة كانت، ولن نتلقى دعم من أي جهة كانت. نحن نقوم خدمة لهؤلاء المدنيين الذين أسقطوا بيد المجرم السفاح الذي قام باستخدام هذه الأسلحة، ونحن نتابع عملنا بدأب. أولا نوثق وقت الاستخدام، ما هي وسط الاستخدام، عدد المصابين، من هم الشهود، من هم الأطباء الذين قاموا بالعلاج، ما هي نوع العقاقير الطبية. وقد تعاملنا مع المنظمة، وإذا كان موجود الأستاذ نضال الشيخاني معنا في هذه الحلقة. كان من المفترض أن يكون معنا السيد نضال الشيخاني، إلا أنه اعتذر في اللحظة الأخيرة. نحن تعاوننا مع المنظمة وأخرجنا لهم كافة المصابين من تل منس والتمانعة وكفر زيتة، وكل مجموعة كانت تحتوي على 14 من المصابين والشهود والأطباء، وأخرجنا لهم عينات وقدمنا لهم كل الدلائل وقدمنا لهم الصور. وأثناء إسقاط البرميل الحوام، يعني إسقاط الحوامي عندما تلقي البراميل الحاوية على مادة الكلورين المحرمة بعد قرار مجلس الأمن، اليوم قرار مجلس الأمن قال تحت الفصل السابع لمن يستخدم هذه الأسلحة، وكل الأدلة دامغة عندنا. نحن خلينا نحن نقول إن الله سبحانه وتعالى نحن لم نراه، ولكن في العقل عرفناه، وكل الأدلة تثبت والمجتمع الدولي يثبت إن النظام هو الذي يملك الحوامات، وهو الذي يملك الآلات التشغيلية، وهو يملك تعبئة الأسطوانات بالكلور. كل الأدلة واضحة، ولكن أقول لكم الحقيقة، الحقيقة التي أذكرها أمامكم لم يجدوا البديل حتى الآن لهذا المجرم، لهذا النظام الفاقد للشرعية. وعندما يجدون البديل الكافي لضمان الدول وحدود الجوار ودول الجوار، أنا أتأكد تماما سوف ينجر إلى المحاكم الجنائية الدولية، وسوف نتابع إن شاء الله من خلال استخدامه بعد قرار مجلس الأمن تحت الفصل السابع، بنستخدمه في منطقة سرميل وفي حلب في تلة المضافي في منطقة حندرات ومخيم حندرات، واستخدمه أيضا في منطقة مزيلين. أنت كقائد، أنت كقائد عسكري، لماذا تكون هناك حاجة لاستخدام غاز الكلور بينما القذائف العادية، يعني السوريين يقتلون كل يوم وبأعداد أكبر، ما هي الرسالة من استخدام غاز الكلور؟ أولا نحن نقول أن يعني العدو بالتكتيك وبالفكر الاستراتيجي لا يمكن أن نستخدم الأسلحة الكيميائية إلا عندما يشعر بأن كيانه أصبح مهزوزا، ولا وهو يعني تأكدوا تماما أنه يستخدمه على المدنيين العزل لإضعاف الروح المعنوية للثوار الأحرار. هذه الحالتين فقط، أولا لإضعاف الروح المعنوية للثوار الأحرار، اثنين يشعر أن كيانه أصبح مهزوز في بعض القطاعات ويريد أن يخلق تفوق ما في قطاع محدد يستخدم عليها، كما يعني صار معنا حرفيا في تلة المضافة عندما تم الاستيلاء عليها وتحريرها من قبل النظام والميليشيات الطائفية المرتزقة. قام باستخدام 3 براميل من الكلور على تلة المضافة، وكانت هناك إصابات كبيرة جدا، ولم يعد أحد من الثوار قادر على التحمل كوننا لا نملك أقنعة واقية. هاي النقطة بالتحديد عميد زاهر بدي أسأل عنا علي، يعني علي التقيت ببعض الناجين، أريد أن أعرف منك ما هي العوارض التي شعروا بها عند تعرضهم لهذه الغازات السامة؟ حقيقة استطعنا توثيق عشرات الحالات، أكثر من 150 شخص معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، كانت علامات احمرار الوجه إضافة إلى احمرار العينين، أضف إلى ذلك وجود وخروج زبد من الفم. جميع هذه الأعراض بحسب المصادر الطبية قالت لنا أنها هي أعراض نتيجة استنشاق الغاز الكيميائي. طيب شو هي هذه الأعراض علي؟ جميع هذه الأعراض هي سعال حاد إضافة إلى إحمرار العينين، أضف إلى ذلك خروج الزبد من الفم واختلاجات حادة وفقدان للذاكرة والوعي. الجميع الإصابات التي ظهر وصلت إلى المشافي الميدانية بحسب مدير المشفى الميداني في المناطق التي استوردت، قالوا لنا أن هذه الأعراض هي أعراض واستنشاق غازات سامة. طب أريد أن أعود إلى العميد زاهر الساكت. سيادة العميد إن كنت تسمعني، كنت تريد أن تتقدم بطلب معين، ماذا كنت تريد أن تطلب؟ أنا أتمنى من المجتمع الدولي الذي يرى أمامه كل الجرائم والأدلة الدامغة والقانونية وكل شيء أمامهم على استخدام هذا النظام اللاشرعي للأسلحة الكيميائية، أنا أتمنى منهم فقط دعمنا بالعقاقير الطبية
الطبية لننقذ أطفالنا الذين يصابون بالكيماوي. والأعراض التي ذكرها الأستاذ علي هي حقيقة أول ما يشعر بها المصاب نتيجة أنا ذهبت إلى تلة المضافة وتلقى يعني حتى تلقيت يعني كمية من الغازات. أول ما يشعر هو عبارة عن حرقة في العينين ثم تنتقل إلى عدم قدرة على أخذ طيب الكلام. يعني لضيق الوقت أريد منك أن تحدد ما تحتاجونه من مساعدات لمساعدة الناس لكي يخفف عليهم يعني هذه المخاطر. نعم. على الأقل أول نطلب العقاقير الطبية الكفيلة الطبية لأجل العلاج المصابين من الأسلحة الكيماوية. نطلب منهم الأقنعة الواقية للأطفال وحتى النساء، يعني الشباب يمكن أن يخرجوا يرقدوا عكس اتجاه الريح، يتسارعون، يمكن ينفذوا بعض التدابير الوقائية البدائية لإنقاذ أنفسهم، ولكن هؤلاء السكان المدنيين يحتاجون إلى الكثير. نحن نتمنى فقط منهم الأقنعة الواقية من الغازات، اثنين العقاقير الطبية لإنقاذ السكان المدنيين وليس أكثر. يعني كم بدي أسألك عميد عن موضوع من أين يأتي النظام بهذا الغاز، ولكن انتهى الوقت. شكرا لك من غازي عنتاب العميد زاهر الساكت رئيس المجلس العسكري في حلب. الشكر موصول أيضا إلى الصحفي السوري معد التقرير الاستقصائي الذي عرضناه عليكم علي إبراهيم. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج العربي اليوم. تحية طيبة، إلى اللقاء. في رعاية الله.